السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في روزلاند. النهاردة يا جماعة معانا فيديو جميل وظريف كده من نوعه. معانا النهاردة طقم القهوة الظريف ده، شايفين 4 مجات بالاربع اطباق بتاعتهم بالحامل بتاعهم، هركبهم لكم دلوقتي على بعض وبعدين هقول لكم اوريكم شكله عامل ازاي. معايا ال4 الوان، اللون الزهري والمنت جرين والموف وكمان اللون السيمون الحلو قوي ده. طيب المجات بتاعتنا دي صناعة فين؟ تعالوا بينا ما اقول لكم. صنع في بنجلاديش بورسلين، بصراحة تحفة، شكل المج لذيذ قوي وظريف وكمان مقاسه حلو جدا جدا جدا. شايفين يا جماعة شكل الطقم عامل ازاي؟ ياريت يا جماعة تدعموا القناة باللايك والاشتراك وكمان مشاركات كتير جدا للفيديو عشان الطقم الحلو الظريف اللطيف بتاعنا ده بنوصله جميع المحافظات ابلي وبحري، واعتقد مفيش اظرف ولا الطف من كده هدية لست الكل في عيد الام ان شاء الله. ادي يا جماعه شكل الطقم بعد ما ركبته على الحامل بتاعه، زي ما قلت لكم 9 قطع، 4 مجات وال4 اطباق بتاعتهم والحامل. شايفين الجمال؟ مفيش ارق من كده يا جماعه. يلا انتظروني في فيديو جديد. سلام عليكم.